أفضل شيء غريب في لعبة ستيك وير اللي في شخص هاكر كمبيوتر في لعبة ستيك وير. فيوسف جيمر في أنا ضد هذا الشخص الهاكر. بتنسوش تشتركوا القناة وتفعلوا سر الجرس عشان كل فيديو ننزل جديد يا حبيبنا. وطبعا بقى أنا أوريكم هذا الشخص الهاكر دلوقتي اللي احنا نلعب فيه في ستيك وير. انا دلوقتي بلعب ستيك وير وطبعا بقى اقولكم على حاجة. شيء واحد مش بتخسر في النهاية، معرفش هو هاكر يعني تحس دمه زيادة ولا حاجة. هو دمه تقريبا معرفش كام، بس الحارس هذه نهاية مش بيخسر خالص. الحارس الذهبي الاصفر وزير عدوي شرير مش انا اللي بلعب بيه قصدي. اوه اللي واقف هزي بس هزي بختفي وبوي هم ظهر فجأة في هذه اللعبة. لو ظهر اوريكم هو شبه هو شكله زي لكن هو مش بيخسر في لعبة السكوين. فيلا بينا بقى احنا بنجري هذا الفيديو عشان انا اوريكم، عشان عايز اوريه. هو شفته في حد فيكم هذي شاف هذي المقطع؟ هذي الحراس ده هاكر، شكله هاكر كده ومش راضي يموت خالص بعد ما موتنا كل الناس دي. وشخص رئيس البوس بتاعهم المدير يعني كل شويه عايز بيهدر وبيضرب بسرعه قوي زي ما يكون هاكر يعني. هو انا بجري الفيديو برضه هو بيضرب اسرع حاجه. لو انا وريتكم على الطبيعة الهايز الوحش اللي بيضرب بسرعة فطبعا ما يا شباب انا وريتكم اي حاجة. يلا هنجيب شخصيات سيوف كلهم عليهم ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الفيديو في المقطع. يلا بيرو كلهم بيهربوا ازاي؟ يلا يا جبان كلهم خافوا ازاي؟ احنا نوريكم دلوقتي لعبة صعبة جدا. بتنزلوا لهذه اللعبة من على المتجر بلاي. فيلا بينا بقى نكسروا هذه التمثال الذهبي بتاعهم. هم اللي عندهم ده. فيلا بينا احنا كويس وجبنا شخصيات ما شاء الله يعني افضل شخصيات في الهبل. لا هذه قرب فاضل نقطة. يلا بينا اخيرا كسرناهم هذه التمثال الحمد لله. معايا جوارات 9520 جوارة. انا بحوش هذه الجوارة. يلا انا كسبت في هذه اللعبة اول مرة كسبها في حياتي. اخيرا فوزنا عليهم هذه ستيك مان والهكر خسر في الاخر. محدش يعرف ده دمه بالهبل اكتر مني انا يعني. بس انا ضربته ياما وهو مش راضي يحصل له. فانا عايز اقول لكم على شيء مهم، شيء مهم اللي انتوا تشتركوا لي في القناه وتفعلوا سر الجرس عشان كل فيديو يوصل من جديد. يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه واجمعين.